السلام عليكم. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن مدينتي صغيرتين سيتم بناؤهما على ضفتي مشروع قناة إسطنبول البحرية، والتي ستكون بموازاة مضيق البورسوف. جاء ذلك في خطاب له خلال المؤتمر العام للاعتياد السادس لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: شملنا عن تواعدنا لتنفيذ قناة إسطنبول البحرية بطول 43 كيلومتر، وسنبني على كل ضفتين منها مدينتي صغيرتين. وأضاف: قناة إسطنبول ستكون من أكبر المشاريع الاستثمارية في تركيا، ومن خلالها سنبعث برسالة للعالم بأسره، فلا بد أن ننفذ هذا المشروع الاستراتيجي. وفي الأخير نشكرك على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.